بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة، الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام على الآيات، قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله تعالى: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. وانتهينا من الكلام على الآية الأولى أو الآيتين الأوليين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآن الكلام على قوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الآيتان الأوليان قلنا فيهما تقرير شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الآية وما بعدها فيها تقرير شهادة أن محمدا رسول الله، إثبات الرسالة. وإن كنتم أيها الناس في ريب، أي شك مما أنزلنا على عبدنا، مما أنزلنا من القرآن والسنة من الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم في شك من صحة رسالته عليه الصلاة والسلام وصحة ما جاء به وما أوحي إليه من القرآن، وفي هذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، وأنه ليس من كلام الرسول كما يقوله المشركون: إن هذا إلا قول البشر. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إلى غير ذلك من أقاويلهم التي يزعمون أن هذا القرآن ليس من عند الله وإنما هو من كلام محمد، أو أنه أملي عليه أو علم إياه من البشر، أقاويل قالوها. ولا يزالون، لا يزال الكفار إلى الآن يقولون القرآن من كلام محمد وليس هو من عند الله، لا يزالون على هذا القول مكابرة وعنادا. وهناك فرق تدعي الإسلام وتقول إن القرآن ليس منزلا من عند الله،
وإنما هو مخلوق، خلقه الله في جبريل أو خلقه في محمد فتكلم به جبريل أو تكلم به محمد. وهذا قول الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، يقولون القرآن مخلوق وليس هو كلام الله وليس هو منزلا من عند الله، وإنما هو خلق خلقه الله في ملك أو في بشر وتكلم به تعالى الله عما يقولون. وهناك الأشاعرة والماتريدية أيضا يقولون قريبا من هذا القول، يقولون المعنى من عند الله وأما اللفظ فهو من محمد، ألفاظ القرآن هذه من الرسول هو الذي تكلم بها وتلفظ بها، وأما معناها فهو من عند الله. وهذا القول يشبه قول الجهمية، من ناحية أنهم لا يعتقدون أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأن عندهم أن الله لا يتكلم، ينفون الكلام عن الله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الكلام لله وأن الله يتكلم بكلام حقيقي يسمع، سمعه جبريل عليه السلام وحمله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه، هو كلام الله، الله جل وعلا أخبر أنه كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله، ما قال كلام جبريل ولا قال كلام محمد، قال كلام الله، كلام الله أضافه إلى نفسه. وقال جل وعلا تنزيل القرآن من الله، تنزيل من حكيم حميد. وقال عن الأعراب يريدون أن يبدلوا كلام الله، أضافه إلى نفسه وأنه كلامه وليس كلام غيره. وإنما جبريل عليه السلام مبلغ عن الله، بلغه لمحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يعني جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو القرآن كلام الله. وهنا يقول جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا، نزلنا فدل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، كما قال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. آيات كثيرة تخبر أن القرآن كلام الله جل وعلا وأنه نزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. مما نزلنا على عبدنا، المراد بعبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله، وهذا تشريف له صلى الله عليه وسلم أن الله قال على عبدنا، هذا تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عبودية خاصة، هذه عبودية خاصة. وإلا فكل الناس
عباد لله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل الناس عباد الله، العبودية العامة، ولكن العبودية الخاصة التي معناها التشريف والتكريم هذه خاصة بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبأتباعهم. مما نزلنا على عبدنا، وفي هذا رد للغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، رد على الذين يعتقدون أن الرسول ليس من البشر، يعتقدون أن رسول الله ليس من البشر، وأنه يتصف بصفات الربوبية أو صفات الألوهية. الله جل وعلا قال على عبدنا، دل على أنه عبد، ليس له من الربوبية شيء وليس له من العبادة شيء، فلا يعبد مع الله ولا يستغاث به ولا يتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة، لأنها حق لله جل وعلا. وأما الرسول فهو عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا وصفه بالعبودية في مقامات التكريم والتشريف، في مقام الإنزال مثل هذه الآية مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء والمعراج بقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي مقام التحدي كما في هذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، هذا تحدي، تحدي للكفار وغير الكفار ممن يعتقدون أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى وإنما هو من كلام البشر، من كلام الرسول. الله تحداهم فقال إن كنتم في ريب مما نزلنا، في ريب يعني شك، مما نزلنا على عبدنا وهو القرآن تقولون إنه من كلام الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم يتكلم بلسانكم، فإن كان كذلك فائتوا بسورة من مثل، ما دام أنكم تقولون إنه من كلام البشر، من كلام الرسول، والرسول بشر مثلكم، إذن أنتم تستطيعون أن تقولوا مثله، لأن الذي قاله بزعمكم هو محمد وهو بشر مثلكم تكلم بلغتكم، فهيا هاتوا سورة مثل القرآن، أقصر سورة، أقصر سورة مثل إنا أعطيناك الكوثر أو مثل قل هو الله أحد، فأتوا بسورة، سورة منكرة تعم أي سورة من سور القرآن، أقصر سورة من سور القرآن. الله جل وعلا تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، أن يأتوا بمثل القرآن، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، القرآن كله، أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم وتعاونوا
على أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن لا يستطيعون أبدا، لأنه كلام الله جل وعلا. وفعلا ما استطاعوا، لا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة على شدة عداوة المشركين واليهود والنصارى، على شدة عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوتهم للمسلمين، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن. قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معين، لو تعاونوا كلهم. وهذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، سورة الإسراء نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، هي مكية، وفي بداية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، في بداية الدعوة، ومع هذا تحداهم هذا التحدي ولم يستطيعوا. وفي الآية الأخرى في سورة النجم، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني مثل القرآن، ما دام إنكم تقولون إنه من كلام البشر فهاتوا مثله، أنتم بشر، ما الذي يمنعكم؟ فتحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن كله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثل ما في هذه الآية في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذا مفتوح إلى يوم القيامة، هذا التحدي مفتوح، ما هو خاص بالذين كانوا على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التحدي قائم ومستمر إلى أن تقوم الساعة. هل أحد أتى بسورة مثل القرآن؟ ما أحد استطاع. هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه، وهذا دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا برهان على رسالته صلى الله عليه وسلم، على أنه رسول الله حقا. وادعوا شهداءكم من دون الله، ائتوا بمن يساعدكم ومن يشهد لكم إن هذا القرآن، إن هذا الذي جئتم به مثل ما مثل القرآن، هاتوا مثل قوله قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور من مثله، ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله. تحديات قائمة ومستمرة إلى أن تقوم الساعة. فالقرآن هو المعجزة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم، هو المعجزة القائمة الحية المستمرة إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هذا القرآن هو المعجزة الخالدة للرسول صلى الله عليه وسلم، الدال على رسالته عليه الصلاة والسلام،
على ممر الأزمان وممر الأجيال معجزة قائمة مستمرة. معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتهت في وقتهم. معجزة موسى عليه السلام الحية والعشر الآيات التي أوتيها الحية والعصا والحية انتهت، ما توجد الآن. معجزة عيسى عليه السلام أنه يكلم الموتى وأنه يحيي الموتى انتهت بوقته عليه الصلاة والسلام. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزته باقية ومستمرة ما بقي الزمان، وهو هذا القرآن العظيم الذي يدل على أنه رسول الله حقا، وأن هذا القرآن كلام الله حقا، وأن أحدا لا يستطيع أبدا أن يحاكي هذا القرآن أو يأتي بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة منه. ولهذا قال جل وعلا: فإن لم تفعلوا، يعني لم تستطيعوا أن تأتوا بسورة مثل القرآن، ثم قال: ولن تفعلوا، هذا إخبار عن الغيب المستقبل، ولن تفعلوا يعني في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، هذا تحدي مستمر. فإن لم تفعلوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقت نزول القرآن، ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، هذا إخبار من الله أن هذا التعجيز قائم ومستمر إلى أن تقوم الساعة، وأن أحدا من الجن أو من الإنس لا يستطيع أن يأتي بمثل سورة من القرآن. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار قامت عليكم الحجة، على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وعلى أنه يجب عليكم أن تؤمنوا به وتتبعوه. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، ما بقي إلا النار إذا لم تستجيبوا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعترفوا برسالته، فإن مصيركم إلى النار. وهذا دليل على أن من لا يؤمن أو من لم يؤمن بهذا الرسول من جميع البشر أنه في النار، من اليهود والنصارى وغيرهم، كل من لم يؤمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في النار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وهنا يقول جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. أي نار؟ النار اللي تعرفون التي توقد بالحطب أو بالغاز، لا، نار فظيعة والعياذ بالله، ما هي مثل النار اللي تعرفون، أشد. تقول: النار التي وقودها الناس جثث الكفار، تشتعل في النار وتتوقد ولا تطفأ أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يفتر عنهم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من رحمة الله. وقودها الناس الكفار، تشتعل أجسامهم في جهنم ولا تطفأ أبدا، أبد الآباد والعياذ بالله، هم حطب جهنم، هم حطبها وهم وقودها،
وقودها الناس والحجارة. الحجارة قيل المراد بها حجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها، الأصنام التي كانوا يعبدونها تلقى معهم في جهنم حتى يعلموا أنها ليست ربا، وأنهم عبدوا حجارة لا تمنع النار عن نفسها، فهم يلقون في النار هم وأصنامهم، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. يتبين لهم أن عبادتهم لهذه الحجارة وهذه الأصنام أنها عبادة باطلة، إذ لو كانت هذه الأصنام آلهة ما دخلت النار. الآلهة الحق هو الله جل وعلا، هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقودها الناس، عرفنا المراد بالناس وكيف يكونون وقود للنار، أن النار تشتعل في أجسامهم، الجسم جسم الكافر كله يصبح نار، كله يصبح نار تتلظى والعياذ بالله ولا يطفأ أبدا، نسأل الله العافية. وقودها الناس والحجارة أعدت، أي خلقت وهدئت للكافرين، أعدت للكافرين، هي مأوى الكفار جميع أصنافهم وأنواعهم. والمنافقون، المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هم تحت الكفار في جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فالمنافق، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ولكن المنافقين أشد من الكفار، يكونون في أسفل، في أسفل درك من دركات النار، في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات والعياذ بالله، كل درك تحت الذي فوقه سجين، أسفل سافلين. أما الجنة فإنها درجات، كل درجة أعلى من التي قبلها حتى تنتهي بالعرش الرحمن سبحانه وتعالى، سقفها عرش الرحمن جل وعلا، وهي الجنة درجات، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، هذه الجنة، الجنة درجات، وأما النار فهي دركات والعياذ بالله، كل درك تحت الذي فوقه، نسأل الله العافية، إلى أن ينتهي بالدرك الأسفل وفيه المنافقون. أعدت للكافرين، ونص على الكافرين لأنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، وإلا فقد يدخلها بعض المؤمنين، قد يدخل بعض المؤمنين في النار، أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك قد يغفرها الله لهم ولا يدخلون النار، وقد يعذبهم بها في جهنم ويبقون فيها مددا طويلة حتى تتفحم أجسادهم، حتى يتفحموا، ثم يخرجون من النار وهم فحم، ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم
ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. فالمؤمنون إذا دخلوا النار بكبائرهم وذنوبهم لا يخلدون فيها، وأما الكفار والمنافقون والمشركون والملاحدة، الكفار بجميع أصنافهم، فهم لا طمع لهم في النجاة من النار أبد الآباد، خالدين فيها. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، أعدت، هذا دليل على أن النار موجودة الآن، أعدت يعني في الماضي، ما قال تعد في المستقبل، قال أعدت، معناها أنها موجودة الآن. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط له دوي، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا، يعني سنة، من 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، الآن وصل إلى قعرها. هذا الدليل على أن النار موجودة. ومما يدل على وجود النار ما يأتي من الحر نفسا في الصيف أشد ما يكون من الحر، قال صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، ونفس في الشتاء أشد ما يكون من البرد، من الزمهرير، زمهرير جهنم والعياذ بالله. هذا من الأدلة على وجود النار الآن وأنها معدة، كما أن الجنة أيضا معدة. ويأتي الكلام عن الجنة، وبشر الذين آمنوا، يأتي الكلام عنها إن شاء الله الدرس القادم. وهذه الآية كما ذكرنا فيها تقرير شهادة أن محمد رسول الله، وفيها أن الرسول بشر عبد ليس له من العبادة شيء، العبادة حق لله، وإنما الرسول حقه المحبة والطاعة والاتباع، وتوقيره صلى الله عليه وسلم واحترامه. أما أنه يعتقد أنه ينفع أو يضر، هو صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، كما في القرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هو رسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ليس له من العبادة حق، لا يعبد مع الله، لا يدعى مع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول، لما قال له بعض رجال يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله إياها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي، لا تطروني يعني لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، حيث قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، غلوا فيه والعياذ بالله، غلوا في عيسى حتى اعتقدوا
أنه شريك لله جل وعلا. الرسول يقول يحذرنا من ذلك، يقول لا تطروني، يعني لا تغلو في حقي كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، مدحه بما فيه من الصفات، هذا لا بأس. مدحه شعراء الصحابة، مدحه حسان، مدحه كعب بن مالك وكعب بن زهير بن أبي سلمى، مدحوه بصفاته صلى الله عليه وسلم، لا بأس. أما أن يغلى في مدحه ويزاد في مدحه بحيث يسند إليه شيء من خصائص الله جل وعلا، هذا ممنوع، هذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر منه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الرسول صلى الله عليه وسلم له حق، له حق علينا بمحبته وطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، لكن والله جل وعلا له حق بعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فالعبادة حق لله جل وعلا، والاتباع حق للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. في فرق بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطاع ويتبع، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا ونحب أولادنا وأهلنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. له حق المحبة صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس له حق في العبادة. العبادة حق لله جل وعلا، فيجب أن يعرف هذا، يجب أن يعرف هذا. لأن بعض الناس إذا قلت لهم الرسول ليس له من حق الله شيء، قال أنت تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، يقول أنت تنقص الرسول إذا لم تجعل له شيء من الربوبية ومن العبادة، هذا معناه أنك تتنقص الرسول. فنقول له: بل أنت الذي تنقصت الرسول، أنت الذي عصيت الرسول، حيث إن الرسول قال لك لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أنت عصيته وأطريت الرسول ورفعته كما رفعت النصارى ابن مريم إلى مرتبة الربوبية. أنت الذي تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنك عصيته وخالفت أمره ورفعته منزلة ليست له. أما أهل السنة وأهل الاتباع فهم الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلونه ويعزرونه عليه الصلاة والسلام، لأنه رسول الله، هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، هو أفضل البشر. ولكن نقف عند هذا الحد ولا نزيد ونعطيه شيء من صفات الله ومن حقوق الله سبحانه وتعالى، فندعوه من دون الله أو نحلف به. أو الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، أي شريكا، قل ما شاء الله وحده. ولما كان في زمن الصحابة رجل يؤذي منافق، كان في زمن الصحابة منافق
يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. كل هذا حماية للتوحيد ومنع للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يقف عند حد الشرع ولا يتجاوزه. الله جل وعلا حدد لنا حدودا فيجب علينا التقيد بها. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. نقف عند الحدود الشرعية، نعطي الرسول صلى الله عليه وسلم حقه اللائق به، ونعطي لله جل وعلا حقه اللائق به، ولا نخلط بين الحقين، نفرق بين الحقين. وليس في هذا استهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم كما يقوله المخرفون، ليس هذا استهانة بالرسول، بل هذا إعطاؤه حقه. أفضل المقامات مقام العبودية. والله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فسماه عبدا، والعبد لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يطاع ويتبع ويوقر عليه الصلاة والسلام من غير غلو ومن غير إفراط. هذا هو الواجب على المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بمعرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل واجتنابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل الشرك الأصغر يغفره الله إذا مات صاحبه عليه، مع العلم أني قرأت أحد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول أن الشرك الأصغر يدخل تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر، هل يغفر مثل ما تغفر الكبائر إذا شاء الله سبحانه وتعالى، أو هو لا يغفر لابد من التعذيب؟ هذا هو ظاهر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا عام للشرك الأكبر وللشرك الأصغر، أن الله لا يغفر الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، إلا أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر فيعذب بها ثم يخرج منها إلى الجنة. هذا الفرق بينهما. ومن العلماء من يقول إنه يغفر له، إنه داخل تحت المشيئة، وأنه إن شاء الله غفر له، ولكن الصحيح القول الأول. ومن العلماء، وهو قول ثالث، من يقول إذا رجحت حسنات العبد فإنه يغفر له الشرك الأصغر، إذا رجحت حسناته، أما إذا رجحت سيئاته فإنه لا يغفر له الشرك الأصغر. الله أعلم. نعم. يقول السائل: كيف الرد على من يقول إن إضافة القرآن إلى الله إنما هي إضافة تشريف في قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله؟ هذا قول الجهمية، يقولون القرآن مخلوق وإضافته إلى الله إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه مثل بيت الله وناقة الله، إضافة تشريف. وهذا باطل، ليس هو من إضافة المخلوق إلى خالقه، وإنما هو من إضافة الصفة إلى موصوفها وهو الله سبحانه وتعالى.
مثل سمع الله وبصر الله كلام الله صفات، هذا من الصفات. نعم. يقول السائل: هل الأحاديث القدسية من كلام الله أم ليست من كلام الله؟ نعم، الأحاديث القدسية من كلام الله، يرويها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمتكلم بها هو الله، والراوي لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت بالقدسية فرقا بينها وبين الأحاديث النبوية. نعم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بغير الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجوز الدعاء بما يوافق ما في الكتاب والسنة، ولو لم يرد لفظه، لو ما ورد لفظه، ما دام انه ما يخالف ما في الكتاب والسنة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، كثر السؤال حول التبليغيين، وذلك أن بعض الإخوة كانوا يشاركونهم في نشاطهم وفي خروجهم، وهم معنا الآن يريدون معرفة الحق، وبماذا تنصحهم مع العلم أن بعضهم كان له أكثر من 10 سنين وهو معهم، وبعضهم أكثر من 5 سنين وهم الآن يريدون معرفة الحق، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا إخواني، نوصيكم باتباع الكتاب والسنة، وأن تكونوا مع أهل السنة والجماعة، هذا الذي نوصيكم به، وأن تتركوا الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة عموما. وأما جماعة التبليغ فقد كتب عنهم كتابات بينت ما عندهم من الأخطاء والملاحظات، وهي كتب موجودة ومطبوعة، اقرأوها، وقد ألفها من مشى معهم وعرف طريقتهم، ناس اشتركوا معهم في الأول وذهبوا معهم إلى بلادهم وعرفوا، فتبين لهم أخطاء عظيمة وكتبوا عنها، عن علم ومعرفة لأحوالهم. ومن العلماء من كتب عنهم نقلا عن من ذهب معهم وسبر حالهم، فأقرأوا هذه الكتب المؤلفة في انتقاد جماعة التبليغ، وأنتم لا تذهبون مع فلان وعلان، اتبعوا ما عليه هذه البلاد، إن كنتم من أهل هذه البلاد اتبعوا ما عليه علماء هذه البلاد، علماء الدعوة، وهي دعوة صحيحة ومنهج سليم ولله الحمد. وإن كنتم في غير هذه البلاد اتبعوا الكتاب والسنة، واتبعوا ما عليه أهل الحق، وهو واضح وبين ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في بلادنا مسائل الجرح والتعديل وعدم احترام العلماء والدعاة، فما هو الموقف من هذا؟ ومن هو الذي يجرح ويعدل؟ وكيف طبق سلفنا الصالح هذا على أرض الواقع؟ الجرح والتعديل هذا لأهل العلم، ما هو للمتعالمين والجهال. الجرح والتعديل هذا في علم الحديث، في علم الحديث، وهو خاص بالمحدثين وأهل العلم، من أجل صيانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها شيء من الكذب، هذا هو المقصود. أما فعل هؤلاء المتعالمين فلا نسميه جرحا ولا تعديلا، بل نسميه غيبة، نسميه الغيبة والنميمة، هذا ما نسميه، ما هو جرح وتعديل، لأنه ليس في أسانيد الأحاديث. الجرح والتعديل يكون في رواة الأحاديث، وأما الكلام في الناس والكلام في العلماء وولاة الأمور فهذا نسميه الغيبة والنميمة والتحريش والتفريق بين المسلمين، هذا الذي نسميه.
وعلى من ابتلي بشيء منه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتبرأ منه وينقذ نفسه ألا يكون مغتابا ولا نماما ولا يسيء الظن بالمسلمين وعلماء المسلمين بغير حق، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلدان الإسلامية تقام الموالد مولد النبوي، فما حكمها وهل تدخل في الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هي نفس الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم. إقامة الموالد هي نفس الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بها ولا فعلها، ولا فعلها أصحابه، ولا فعلها التابعون، ولا أتباع التابعين، ولا القرون المفضلة. شيء حدث بعد القرون المفضلة فهو بدعة، لا شك أنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المطيع لمن إن المحب لمن يحب مطيع. هذه علامة المحبة، الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه، يترك البدع، ومنها الموالد. الموالد من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل في سنة الرسول إقامة الموالد؟ هل في سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، هل فيها إقامة الموالد؟ ليس فيها شيء من هذا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل بعد هذا البيان شيء يا عباد الله؟ ما بعد هذا البيان شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: توفي زوجي ولديه طفلة، واستلمت من حقوقها. نعم. توفي زوجي ولدي طفلة صغيرة، واستلمت من حقوقها 20,000 ريال، هل يحق لي أن أخذ من هذا المال شيء أم لا؟ لا، ما يحق لك أن تأخذي من هذا المال شيء. هذا يجب أنه يوكل من عند المحكمة وكيل على هذا المال. القاضي يوكل وكيلا يقوم على هذا المال ويحفظه. وإن وكلك القاضي، إذا وكلك القاضي فلا بأس أنك تحفظينه وتحافظين عليه وتنفقين عليها منه، ما في مانع تنفقين عليها منه. أما أن تأخذي منه شيء لنفسك فلا، هذا أمانة عندك لهذه القاصرة. الله جل وعلا يقول سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ويقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الواجب حفظ مال اليتيم وينفق عليه منه، وبقيته الذي يبقى بعد النفقة عليه يسلم له إذا بلغ رشيدا حسب أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: يعمل لدى والدي عدة عمال في مؤسسته، وهو يعطيهم راتبا قليل بما يعادل 200 ريال سعودي في الشهر، ويشتغلون من الساعة 7 صباحا إلى 10 مساء، فهل هذا ظلم لهم؟ وهل يجوز لي أنا ولده أن أرفع راتبهم؟
هذا حسب الاتفاق، حسب الاتفاق الذي بينهم وبينه، بين العمال وبين اللي يشغلهم. إذا اتفقوا على هذا فلا بأس، أما إذا اتفقوا على شيء ثم نقصهم من الشيء الذي اتفقوا عليه فهذا لا يجوز. إذا اتفقوا على شيء يجب أن يتمشى على الاتفاقية، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. فإذا اتفقوا على راتب معين محدد ثم نقصهم من هذا المتفق عليه فهذا هو الظلم وهذا هو العدوان. نعم. وأما أنت فليس لك الحق في أن تتصرف من دون والدك. نعم. يقول السائل: إذا تعدد الموتى وصلي عليهم صلاة جنازة واحدة، فهل أجرها أجر الصلاة على الميت الواحد أو لكل ميت أجر الصلاة لوحده؟ هذا هو المرجو إن شاء الله، أنك إذا صليت على عدة أموات فلك عن كل ميت الأجر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: إذا كان إمام الصلاة يقع في أعمال كفرية واضحة، هل يجوز الصلاة خلفه بنية الانفراد، وما الدليل على هذا؟ ما يجوز الصلاة خلف من يعتقد عقيدة تخرجه من الإسلام، كأن يستغيث بالأموات أو يذبح للأولياء والصالحين أو ينذر لهم أو يتبرك بقبورهم، هذا لا يصلح أن يكون إماما، لأنه لا تصح صلاته هو في نفسه ولا تصح صلاة من خلفه، ولا يصلح أن يكون إماما. الإمام يشترط فيه أن يكون من أهل التوحيد وأهل العقيدة السليمة، حتى إن بعض العلماء أو كثير من العلماء يرى أنه يكون أيضا متجنبا للذنوب التي دون الشرك، يكون عدلا، يشترطون فيه العدالة وهي اجتناب المعاصي. فكيف إذا كان عنده شرك أو عنده عقيدة باطلة؟ هذا لا يصح أن يكون إماما. نعم. يقول السائل: عندي عمال غير مسلمين يشتغلون في مزرعتي، فهل يجوز أم لا، مع العلم أن عندهم ولاء للعمل؟ ما دمت تجد العمال المسلمين فلا تشغل العمال الكفار، لأن المسلمين أولى بهذا العمل، ويكون تكون الرواتب التي تعطيها بأيدي مسلمين ينتفعون بها ولا تكون بأيدي كفار. ما دام هناك عمال مسلمون يحسنون العمل فلا يجوز لك أنك تشغل الكفار. نعم. يقول السائل: أنا أقرأ بعد صلاة العصر من كتاب رياض الصالحين على الناس، مع العلم أني لست طالب علم ولا أفسر أي حديث. هذا طيب أن تقرأ عليهم من رياض الصالحين أو من كتب الوعظ الموثوقة، تقرأ عليهم وتسمعهم الوعظ وتسمعهم النصوص، هذا شيء طيب. نعم. يقول: هل يجوز لعن الكافر المعين؟ هذا محل خلاف بين العلماء، لعن الكفار عموما لا بأس، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين عموما هذا لا بأس، أما لعن فلان المعين فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر مرة ودعا على أشخاص، دعا على أشخاص معينين، وأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله عليهم وأسلموا، حسن إسلامهم، فلا يجوز لعن المعين،
لأنك لا تدري ماذا يختم له وماذا يكون وماذا يموت عليه، قد يتوب إلى الله عز وجل ويصبح من المسلمين. نعم. يقول سائل: رجل كسرت يده وجبست معظمها، كيف يتوضأ؟ توضأ باليد السليمة، يغترف باليد السليمة ويغسل أعضاءه، وجهه وأعضاءه باليد السليمة. وأما الكسر الذي عليه جبيرة وعليه عليها الجبص، يحطون الجبص اللي على الكسر الآن، فهذا تمسح عليه إذا كان في محل الوضوء، تمسح عليه ويكفي عن غسل العضو. نعم. يقول السائل: هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ المناسب والأفضل أنه ينظر إلى موضع السجود ولا ينظر إلى الكعبة، النظر المصلي إلى موضع سجوده سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره. نعم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للذين يقومون بدور الخطابة، وهل يشترط أن يكونوا من أهل العلم؟ حسب الاستطاعة، إذا وجد من أهل العلم فهم أولى، وإذا لم يوجد فحسب الاستطاعة. والذي يحسن أن يعد الخطبة هو إعدادا جيدا يعدها، والذي لا يحسن يأخذ من الخطب المعدة والخطب القديمة، يختار منها ويلقيها على الناس. نعم. يقول السائل: بعض النساء تمر أمام المصلين أثناء صلاة الجماعة، فهل تقطع الصلاة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار؟ نعم. بالنسبة للمسجد الحرام والمواطن المزدحمة فلا تقطع الصلاة ولا تمنع المرور، لأن هذا يضر الناس، هذه محل ضرورة، الزحمات الشديدة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، ما تستطيع تمنع الناس، هذه ضرورة يحتاجون للمرور. شوف نفسك أنت لو احتجت للخروج أو احتجت للانتقال، فأنت لابد تبي تمر من أمام الناس لأن الضرورة تقتضي هذا. أما إذا كان في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنه لا يجوز المرور أمام المصلي، ولا يجوز للمصلي أن يمكن المارة من، إلا إذا كان مأموما. لاحظوا هذا، إذا كان مأموما فسترة الإمام تكفي عن سترة، فسترة الإمام تكفي للمأمومين.